وانا كان عندي مشاكل مع ما ورد في سيرة ابن هشام عن الرسول الانسان. فتفضل حضرتك نتكلم عن الرسول كانسان، وانا لو جات الفرصة اقول اللي عندي. وانا عايز اقول حاجة، ان النبي صلى الله عليه وسلم كانسان هو بشر ليس الها. ايوه. فالانسانية دي اعظم ما في خلق الله سبحانه وتعالى. والانسان الذي يؤنس ويأنس الناس به. ولما اقول انسان أي أنه تخلق بأخلاق الله تعالى التي خلقها في الإنسان، اللي هو ربنا خلق فيه الحب، خلق فيه الوفاء، خلق فيه الحلم، خلق فيه الحياء، اللي هي الخلق اللي هي الصفات الإنسانية خلقها. ولذلك الإسلام جاء يستفز تلك الصفات ويبني تلك الصفات، وأعلى درجات الإيمان هو أن يتحقق بالصفات الإنسانية اللي هي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم. أبو سعيد الخدري يقول كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم. فعنده حياء. نماذج هقول لك انا حاجه، لما النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي جاء خائفا صلى الله عليه وسلم ومرتعد، مش كده؟ يا ايها المدثر يا ايها المزمل. السيده خديجه لما ارادت ان تسليه لم تسليه بانه كان عابدا او انه كان مصليا او شيء، ولكنه او انك شجاع لا تخاف او انك قوي او انك وراك عائله، ولكنها واسته بالجزء الانساني الذي عنده. والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتغيث الملهوف وتعين على نوائب الدهر. جزء الإنساني اللي عند النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بتقويه به، بتقول له اللي يعمل كده هو المستحق للرفعة والمكانة، وربنا لا يخزيه سبحانه وتعالى. لذلك الجانب الإنساني في النبي صلى الله عليه وسلم إنه يبكي ويفرح، يفرح فرح الشاكر ويحزن حزن الصابر، ويحب صلى الله عليه وسلم ويبغض صلى الله عليه وسلم، ويعيد النظر في أشياء، ويتعامل مع الصغير ومع الكبير ومع العدو ومع القريب ومع الأرحام، ويتأثر بالحوادث. ليس خارج البشر، ولكنه النموذج البشري الذي جعله الله حجة على الناس. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إنسانية النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما كل الأنبياء كده دكتور، يعني خلينا نقول مع بعض، ما الفرق بين شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم وشخصية نبي الله إبراهيم؟ الله سبحانه وتعالى أرسل كل نبي لقومه برسالته. أي. وجمع الخير كله في محمد صلى الله عليه وسلم ليكون خاتما للرسل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نفضل الأنبياء بعضهم على بعض. مش تفضل، أنا بكلم مش تفضل. جعل الله تعالى لكل نبي صفات، ولكنه جمع كل الخير في محمد صلى الله عليه وسلم. وكل الأنبياء إنما اصطفاهم الله تعالى، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالله اللي اصطفاهم سبحانه وتعالى، وفيهم الخير وفيهم. ولذلك لا نؤمن بالإسلام إلا إذا أمنا بكل الأنبياء. تمام، أنا فاهم يا دكتور، بس مثلا يعني الملمح المهم باعتراف بشهادة الله على سيدنا إبراهيم أنه كان أواب أو كان حليم. نعم. ما يعني صفات، هل صور الحلم عند الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني هو سيدنا إبراهيم ربنا قال عنه كده، صور الحلم عند سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا. أعلاها إن قريش اللي فضلت تتربص به سنوات طويلة وتعذب في أصحابه وتضيق عليه وتمكر به لتقتله أو تحبسه أو وفرقت بين المسلمين وفعلت الأفعيل، كانت النتيجة يوم أن انتصر في فتح مكة قال ذهبوا فأنتم طلقاء. ألم يكن هذا كرم الغيظ، ودرجة من أعلى درجات كرم النبي صلى الله عليه وسلم. وصور العفو كثيرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كزوج يعني سيدنا إبراهيم حليم، الرسول صلى الله عليه وسلم كزوج، كزوج إنسان بقى حلو. حلو بقى، حلو. شوف بقى حلاوة الإنسانية في النبي صلى الله عليه وسلم مفصلة، لأن كل نبي عنده جزء بين الناس، لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه خاتم. وده لعله كان من فضل أو من فضائل تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، كل لحظة من لحظات حياته اتنقلت. يعني زي ما يكون ايه عامل كاميرا في كل مكان في الاستوديو. أيوة. فكل لحظه وكل كلمه نقلت لانها رساله خالده، فدول حملوا الرساله، حتى الاشياء التي كانت داخل البيت حملت الى الناس حتى يكون هدي النبي صلى الله عليه وسلم واضح. النبي بيحب صلى الله عليه وسلم، يحب السيده خديجه مثلا، فيقول لقد رزقني الله حبها صلى الله عليه وسلم. ولما يسمع صوت في الخارج، صوت هاله بنت خويلد اخت السيده خديجه بعد موتها، فهو قاعد واحد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي على انشغالاته صلى الله عليه وسلم، لكن يقول اللهم هالة، يا رب كن هالة.
عشان فتيجي يكون هذا يستقبلها صلى الله عليه وسلم ويرحب بها صلى الله عليه وسلم ويكرمها صلى الله عليه وسلم ويقول لقد رزقني الله حبها على السيدة خديجة رضي الله عليها. أعطيك مثال مثلا حاجة تانية وتبارك، شوف النبي صلى الله عليه وسلم إنسان رغم كل مشاغله دي لكن هو إنسان بيحب. كان العاص بن وائل كان متزوج السيدة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ما زال مشركا، يعني كان مازال في 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 مكه والنبي هاجر وهي ما ظلت مع زوجها. كان حتى هذا اللحظه لم ينزل تشريع يفرق بين المسلم والكافر، ظلت هكذا وهو كافر. لما حدثت غزوه بدر اسر هذا الرجل العاص، فاسره الصحابه فارادت ان تفديه زوجته السيده زينب بنت النبي عليه الصلاه والسلام، فارسلت بقلاده عندها تفدي زوجها. هو طبعا العاص أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه. فأرسلت القلادة فرآها النبي صلى الله عليه وسلم فبكى. فقال هذه قلادة خديجة أهدتها لابنتها حينما تزوجت. فقال فبكى صلى الله عليه وسلم وقال ألا تترك لها قلادتها وتترك لها زوجها؟ قالوا نفعل يا رسول الله، حتى بيستأذنه صلى الله عليه وسلم. لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم قلادة زوجته فاكرها، فاكر قلادة فاكرها ويبكي لها صلى الله عليه وسلم. فأعلى درجات الإنسانية مع بيتعامل، ولما يتعامل مع السيدة عائشة والناس بتتكلم عن الحب والرومانسية ومش عارف إيه، وتجد النبي السيدة عائشة تقول كنت أشرب من الكأس أو من ماء فيأتي مثلا فيضع فمه ما كان فيه صلى الله عليه وسلم ويشرب. اللمسات الإنسانية هذه، إنسان يحب صلى الله عليه وسلم، مش العابد اللي هو قاعد في المسجد معتكف، لا ده بيمارس الحياة في جمالها صلى الله عليه وسلم في لباسه. بس بعض الناس